حومة وحكايات. عسلامة ومرحبا بيكم في فقرة حومة وحكايات. كلكم تعرفوا أن المدن في تونس قائمة على حوم، وكل مدينة تلقى فيها حومة معروفة بها. والحوم رغم اللي ساعات تتشابه في الخصائص العمرانية، خاصة لحوم العربي، إلا أنها تختلف من حيث عاداتها، نمط عيش سكانها وتاريخها، وحتى جوها في رمضان في المناسبات والعيد. هيك علاش في كل حلقة من فقرتنا باش نهزوكم في جولة في حومة من حوم من ولاية نابل مع كبير الحومة، نتعرفوا معاه على ناسها أصلها وعاداتها. حومتنا لليوم هي حومة الأقصر، موجودة في قلب مدينة ابن خيار. باش نتعرف عليها مع الحاج صالح الستي. عسلامة حاج صالح الستي، نحن اليوم موجودين في حومة الأقصر. الحومة دي تاريخ عريق، لو كان تحكينا على علاش تسميت هكا بحومة الأقصر. الأقصر هذا يقولوا لي البلاد عندها 800 سنة عمرها من حين تنشات، وكانوا الناس فرادة، واحد غادي، ثم رأى أنهم باش يتجمعوا خير، يعني عملوا ديار بحث بعضهم ودوروهم وعملوا مساحة 200 متر في بعضها والدائر، وعملوا لها باب من يدخل ويخرج ويسكر الباب على رواحهم، يعني متقين الأخطار معناها، فهمت لها منها هذا. كيف رأوا بنية في وسط الغابة وفي وسط كذا، سمى قصر معناها، حاجك بلا برشا ما نسميوها، ما نسميوها قصر. الحاج صالح، بالنسبة للعلاقة بين العائلات نتاعكم، هي علاقة وطيدة تتبادلوا الزيارات تمشيوا وتجيوا لبعضكم كما قلت؟ علاقة موجودة في رمضان هذا، يمشوا لبعضهم ويسهروا بحذا بعضهم، وكيف يجوا عندهم ماشي يعملوا الحلو مثلا، تجي الدار هذه للدار هذه ويعملوا الحلو المقروض، ولا يعملوا الكعك، ولا يعملوا حاجه، ولا يعملوا كسكسي مثلا، يعولوا العيله، يعملوا عرس، يتلموا بعضهم، فهمت لي، يعملوا الوطيه ويعملوا العيسويه كما نقولوا، الحفلات نتاع العراس ونتاع يتلموا. وكيف يجي زاد كذلك حاجه اخرى، مش نتاع فرح، يتلموا لبعضهم ويجيوا لبعضهم ويوسيوا بعضهم، كيف شي حاجه مش كيفاش تحضروا قبل ما يجي رمضان، كيفاش تستعدوا للشهر الفضيلة ذي؟ كل واحد وإمكانياته، الإمكانيات للماكلة، يحضر اللوازم تاع المرأة تعرف شو اللي، والرجال كذلك يبيضوا الحيوط معناه، وينظفوهم وينظفوا الدار، وتلقى كما نقولوا المرأة في الدار تمشي للكوجينة وتعمل حاجات جدد وتحضرهم، فهمت لا، والعولة ومعنى جدد، معنى جدد كما نقولوا، حتى يجدوهم، وحتى برشا والمغارف النساء في الديار يصروا مع بعضهم، مشوا للدار فلان، اللي نصروا في الدار الفلانيه، وغدوا نصروا في الدقه الفلانيه. هكا نكون وصلنا لنهايه حومه وحكايات اليوم، حتى نلتقي بكم في حومه اخرى من ولايه نابل. مقعد لي كان باش نقول لكم في لمانه. حومه وحكايات.